في الحقيقة حديث مهم، يعني بقدر ألخصه في 4 نقاط مهمة. في البداية، رسم حدود المشروع الرياضي اللي الجميع شاعر فيه، ليس فقط في المملكة السعودية بل بالعالم العربي كله، إنها حدود علمية، هناك عمل علمي، هناك شيء قابل للقياس بالأرقام وواقعية وإيجابية، يعني هذه الحدود الواضحة. الشيء الآخر، توضيح الأهداف. يعني ربما إحنا كناس مركزين فقط في كرة القدم، ناس بنحب كرة القدم معظمنا، ما طلعنا على أهداف. فكرة التحويل توسيع، خلينا نسميها عدد الممارسين، تحويل جزء منهم إلى محترفين للوصول إلى المنظومة الأهم والهدف الأساسي في الرؤية 2030، إنه خلق جزء من مساهمة الاقتصاد الرياضي في اقتصاد المملكة ككل. كان تحديد الرقم المأمول اللي هو 1% تقريبا، وهذا المتوسط العالمي لمساهمة الرياضة في الاقتصادات المحلية. ايضا هذا شيء اخر، حتى الناس تدرك شو معنى اللي بيصير حولها، ليش في فعاليات رياضيه بجانب الملاعب، ليش في امور كثير شعبويه في الرياضه وليس فقط كره قدم، تستوعب ليش في هناك مكافآت للانديه لتشجيع الرياضات الاخرى، عشان الناس تستوعب. كان شيء مهم جدا. ايضا توضيح الحقائق، يعني بنعرف كان في توضيح مهم جدا اليوم عن مساله الاموال اللي تلقاها الهلال بوصول لنهائي اسيا، لماذا تفاوتت الدعم اللي صار في بداية نهاية الموسم الماضي. فكان في شيء واضح، توضيح لكل هذه الحقائق، وبالإضافة للمشاريع المستقبلية من منافسات نتمنى فيها التوفيق إن شاء الله في الاستضافات المتوقعة، كأس آسيا أو الأسياد، بالإضافة للملاعب الجديدة. خليني أحكي أني أنا شفت حوار خلص، يعني وضح الصورة. أي شخص كان كلام واضح مباشر في شفافية عالية، وضح الصورة عند أي متابع وين الرياضة السعودية رايحة في المستقبل، وليس فقط كرة القدم السعودية. الرياضة السعودية متحول إلى العالمية، زي ما بنعرف، وزي ما بنعرف الهدف. ربما الدوري كرة القدم يقود هذه القاطرة، لكن الرغبة واضحة. المقارنات اللي سمعناها اليوم في الحوار أكثر من مرة، بريطانيا هنا وأستراليا هناك، وهذه دول في الأولمبياد معروف أنها دول عالمية وليست دول يعني لغايات المشاركة. خليني أحكي، أنا بصراحة ارتحت كثير، توضحت الصورة عندي كثير للمستقبل، وأعتقد هذا حال كل المشاهدين.